السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد درزي. موعد مباراة نادي برشلونة، المباراة القادمة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2021-2022. متابعينا الكرام، برشلونة هيخرج لمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب أتلتيك بلباو بإذن الله تعالى في الجولة الثانية يوم السبت الموافق 21/8/2021، 21 أغسطس 2021. المباراة معاد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، المباراة معاد الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، المباراة معاد الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، المباراة معاد الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي بريميوم 1، يعني بريميوم الاولى، معلق المباراه علي محمد علي، واليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه منها بين سبورتس الفرنسيه اتش دي 1، ارينا سبورت 2 اتش دي الكرواتيه، 11 سبورتس 1 اتش دي البرتغاليه، وسبورت 4 اتش دي، وبين سبورتس كونكت. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، لا تنسى توقع نتيجه المباراه اكتب ذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.